احنا دائما نركز على المجالس، لان المجالس هي صانعه الرجال. المجالس هي صانعه الرجال، فتعودهم على الحضور للمجالس والتقائهم، لان المجالس تلتقي الاجيال، التقاء الاجيال في المجالس. الكبير موجود، الشاي موجود، الشباب يعني الشباب موجودين والشباب موجودين، فلذلك هذول تعاطي المعلومات، اكتساب المعرفه، اكتساب العادات والتقاليد ما بوجدوها الا في المجالس. فهذا شعور جميل انه يكون 28 من ابنائنا الطلبه والطالبات يزورون ارض الامارات بمختلف مشاريعها الاجتماعيه الاقتصادية المختلفة الثقافية، يستاهلون هذه الرحلة، وهم يحظهم بدولتهم الإمارات ويحظ بلادهم بهم بعد، ويحظنا نحن لنلتقي بهم اليوم في مجلس حبحب. زرنا اليوم مجلس حبحب وقابلنا عضو المجلس الوطني عز سليمان والأستاذ عبد الله الهامور، عرفونا عن مناصبهم وكيف وصلوا لها، وعززوا ثقتنا في أنفسنا، وعلمونا كيف نثابر ونحافظ على اجتهادنا وتفوقنا، وكيف نوصل لأحلامنا، ولازم ما نتخلى عن أحلامنا لو شو ما كان السبب. طبعا استفدنا كثير من الزيارة، وكان يعني لهم يعني حفزونا كثير على أن اللي عنده إنجازات أو اللي عنده مبادرة يتكلم فيها، فأنا عطيت مبادرة أن أي واحد عنده إنجاز يتكلم عنه عشان كل حد يستفيد من هالإنجاز. استفدت من زيارتي لمجلس حبحب بأن الخجل اللي داخلي أحطم حاجز الخجل وأطلع كل الجرأة اللي داخلي.